عايزين نكمل كلامنا، بس عايزين نروح لمباراة إسترن، والغيابات ممكن تأثر علينا لمباراة إسترن ولا انت لسه هتكلم في استرن يا ماها؟ استرن ايه ده؟ مسك الختام، بالظبط بقى بس مسك الختام. نحتفل تاني بقى في وشخصيه يوم البطل إسترن. موجود. في طبعا في احتفالات تعمل، بس شخصيه البطل موجوده. النهارده القرار اللي اتخذه المايسترو فيريرا بان راحت كل اللاعبين الكبار النهارده الثمانيه، وقبل كده كان في 10، وانه هيعتمد على الصغيرين. يعني انا كنت اتمنى اشوف نديم، هشوفه في ماتش استرن، إستر يعني ادى فرص للناس كلها الا حراسه المرمى، وده حقه لانه كان وراه مهمه لابد من انجازها، وانجز المهمه بنجاح. عشان كده هو دوري معجزه، بطوله معجزه، وكاس مصر معجزه، فانجزها بنجاح. انا اشوف نديم بتفرج عليه بقى عشان يبقى عندي اكتر من عواد في الفريق، عندي نديم وعندي عواد وعندي عطيه وعندي اسماء كتيره. فده مسك الختام. لكن خلينا احتفالاتنا تستمر. احنا زي ما قلت لك، احنا الزمالك مش سامعينكم، احنا هنحتفل ونواصل احتفالاتنا. وكشفت لي هذه البطوله اللي حصل عليها الزمالك قبل نهايتها بثلاث اسابيع ان جمهور الزمالك هو الاغلبيه، جمهور الزمالك هو الاكثر، وبدليل الناس نامت مبسوطه، ما طبعا. حصلتش مشكلات، لا 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 لا، حصلت مشكلات في الشارع ولا في الاستاد ولا في اي حته، الناس نامت مبسوطه. كل احتفال في كل مكان كان لوحة. وما زال جمهور الزمالك سعيد ومبسوط في كل دول العالم. انا كنت اتفرج على قناه عجمان، عبد الله الكعبي كان عامل احتفاليه، الاعلام الكبير عبد الله الكعبي في قناه عجمان عامل احتفاليه للزمالك، وفي الكويت معمول احتفاليه للزمالك تلفزيون الكويت. فاذا الزمالك شعبيته كبيره، شعبيته هي الطاغيه، هي الاغلبيه، وكمان البطولات دي بتفرح الناس، فالناس فرحانه. فاحنا ان في يبقى في اتوبيس مكشوف، دي ما اتحصلتش في فريق فاز ببطوله الدوري قبل كده. جايين يكلموا على انك انت ازاي واخد بطوله 14 واحنا واخدين، لا حضرتك دي بطوله حلال، الزمالك فاز بدوري حلال، عشان كده فرحته اكبر. فاز بدوري لا مجاملات ولا اهداف تلغى ولا ضربات جزاء تحسب ولا حد يجامل حد، الزمالك فاز بدراعه بمواهب بالعرق. وقدرات لعبته، ده دوري حلال، عشان كده فرحته حلوه، والحلال حلو. ولا انت رايك ايه يا مها؟ ايوه طبعا، يعني ما عنديش اي راي تاني ماشي. غير اللي انت فالاحتفالات بتقوله، مستمره. بس انا برضو عايز انسب المجهود كبير جدا قام بيه لاعبي نادي الزمالك، كلهم كانوا ابطال، كلهم كانوا ابطال كلهم. بالظبط. يعني انا برضو وقت ما احتجت اللعيبه الشباب انا لقيتهم لقيتهم موجودين ولا مره. يعني اول مره ممكن بصراحه كنت ابقى مهزوزه شويه من قرار فيريرا، انه ازاي ماتش في مرات ماتش القمه القمة. طبعا كده، قلت ازاي. وعلى فكره الشوط الاول من المباراه دي انا فاكراه كويس قوي لان كنت متوتره جدا. الشوط التاني لا، انا اصلا كنت متضايقه، احنا ليه تعادلنا، انا ليه 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 كسبنا اتنين؟ ليه كسبنا اتنين، لان المفروض كانت كره امام دي كانت خلاص المفروض. لا كان المفروض على فكرة الزمالك في هذه المباراة الاهلي فلت، بالظبط. ده بقى فلت اللي من اتقال هزيمة الشوط تقيلة. التاني، ماشي، ان اللعيبه الشباب دول خلاص. لا انا ابتديت ادور بقى هم مين هم ازاي، دول؟ مين هم دول وازاي شاطرين كده وازاي عندهم الثقه بالنفس دي. الوحيد اللي راهن عليهم وكسب الرهان هو فيريرا. بالظبط، ليه؟ لان بقول لك زرع المنظومه جواهم، كلها. زرع جواهم، انا بتكلم على الولاد الصغيرين، زرع جواهم شخصيه البطل، زرع جواهم الروح القتاليه، نقل لهم حاله الحب. نقل لهم حاله الحب حاله الحب والاندماج، دي هي سر النجاح. والاندماج بسرعه. ما انا ممكن ابقى لاعب لسه طالع اهو الفريق الاول، هلعب جنب شيكابالا وهلعب جنب بس انت معاكي فتوح ساحه. وهلعب جنب لا فيريرا، لا لا جنب لا، الونش وهلعب مش عارف لعيبه كبار وانت وعندهم بتتكلمش خبره. على واحد بس، حسام عبد المجيد ولا تتكلمي، لا ده حسام عبد المجيد وسيف فاروق جعفر ونيمار ونيمار ومحمد طارق نيمار ونديم نيمار ما حدش هيقدر يوقفه. نيمار اول ظهور ليه في مباراه كبيره في حجم مباراه القمه يقدم المستوى ده والحاله دي، لا يبقى مدرب على فكره. طب عاوز اقول لك حاجه، في ناس كتير قالت فيرير الحق مجنون لما سحب زيزو والجزيري من الملعب، وبن شرقي عفوا، زيزو وبن بن شرقي، شرقي قال ده اهم اتنين لعيبه، بس هو راجل عنده فكر بعدين بعيد. سقفت له، بعدين سقفنا له، بعد كده احتفلنا بيه، بعد كده الجمهور شاله على الاعناق. شوف الماتش الاخير اللي فزنا فيه، فاز بيه الزمالك بالدوري، او اللي فزنا بيه بالدوري، الاتحاد. صور فيريرا كان في المدرجات، صور فريرة وصور شيكابالا الاثنين، وصورة المستشار مرتضى منصور والمستشار مرتضى منصور موجودة في المدرجات. بس أنا من هنا من مبارك بشكر أمين مرتضى منصور
على الجهد اللي بذلته في تحقيق الاستقرار والانضباط وكل حاجه منظمه، وكمان على اللي انت عملته في الاحتفاليه، الاتوبيس المكشوف، الكلبزات، الحاجات اللي روعه. ايوه تحس ان انت انا بحتفل فعلا. انا بحتفل فعلا بالظبط، حسيتني بالاحتفال وحسيتني بالفرحه. والاتوبيس اللي جاي ده قعد وقت طويل عشان يدخل النادي، والجمهور في الشوارع. انا كنت عايز اروح بس ما عرفتش عشان الزحمه، الطرق والزحمه. عشان كده بقول لك يا مها، جمهور الزمالك هو الاغلبيه. احنا دايما تصدر لنا تابلوهات كده الناس صدقتها، لا كسروا التابلوهات. لا جماهير الزمالك عمرها ما صدقتها، حتى لو حد كان بيحاول يصدر لي صوره ما، انا من جوايا عارف ان ده مش حقيقي. طب هقولها، خلينا الى ان الى اين جاء الوقت ان انا اثبتت ان ده مش حقيقي. لا التابلوهات اللي صدرها لك احنا الاغلبيه، لا اللي حصل ده بيقول الزمالك هو الاغلبيه، الجمهور الاكثر، الجمهور الاعظم، الجمهور الاحلى اللي مبسوط وفرحان من غير ما يعمل حاجه في الشارع. ده ما فيش ورقه شجره اتقطعت. دي عبقريه وعظمه جمهور الزمالك. هذا الجمهور العظيم اللي فيريرا في الماتش الاخير قال لك انا مبسوط بالجمهور ده، اللاعب رقم واحد بعد ما فزنا بالدوري وبرضه جاي ورا فريقه. دي عظمه جمهور الزمالك.